مساهمة في التنمية البيئية والمحافظة عليه، وبشعار أمام كل بيت شجرة، نظمت بلدية عين الخضراء لأسبوعها الرابع على التوالي حملة تشجير واسعة من أجل عين الخضراء خضراء. في إطار تشجير بلدية عين الخضراء من مبادرة الجزائر الخضراء، عين الخضراء أيضا ستقوم اليوم بمبادرة من أجل تشجير جميع أحياء بلدية عين الخضراء. هذه المبادرة للمرة الثانية اليوم في عين الخضراء. نشكر إخواننا من مدينة سيدي عيسى ومدينة بيتنا لحضورهم معنا اليوم إحضار الأشجار من أجل غرسها على مستوى أنحاء بلدية عين الخضراء. عملية التشجير مست العديد من الشوارع ومختلف المؤسسات بمدينة عين الخضراء بمساهمة مختلف فعاليات المجتمع المدني وبالتنسيق مع مبادرة الجزائر الخضراء ومجموعة سيدي عيسى الخضراء. نحن اليوم متواجدون بمدينة عين الخضراء إن شاء الله في المرة الثانية، محملين بشحنة من الأشجار من مجموعة الجزائر الخضراء دائما في إطار مشروع الجزائر الخضراء. الآن رانا في المرحلة الثانية، رانا في المؤسسات والشوارع الرئيسية على أن تنطلق مرحلة أخرى إن شاء الله، هي غابة نموذجية إن شاء الله إذ وفقنا الله سبحانه وتعالى. نحن كممثلين مدينة سيدي عيسى متواجدين مع إخواننا أمام كل بيت شجرة من بيتنا لغرس هذه الأشجار إن شاء الله. للأسبوع الرابع على توالي تتواصل حملة التشجير التي تحمل شعار عين الخضراء الخضراء بالتنسيق مع مبادرة الجزائر الخضراء خاوتنا من بيتنا، ومع كذلك مجموعة سيدي عيسى الخضراء اللي راهم مشاركين معنا اليوم لمرة ثانية على توالي. كذلك لا ننسى جمعيات المجتمع المدني وكذا نشطاء في هذا المجال التطوعي. الحملة هذه كان ضمن برنامج اللي صدره المجلس يعني لسنة 2023، اللي من خلالها إن شاء الله حابين نغيروا المظهر الجمالي للبلدية تاعنا إن شاء الله، وماذا بينا أننا نحافظوا على الأشجار هذه، لأنه أهم حاجة بعد الغرس هي عملية الاعتناء بشجرة والساقي تاعها إن شاء الله. ليبقى الهدف من هذه المبادرة هو تحسين المنظر الجمالي للبلدية وخلق فضاء أخضر يسر الناظرين.